ورجعنا لكم بعد الفاصل والجزء الثاني من حوارنا الشيق مع السيناتور مستر شريف سبعاوي. عايزين نستكمل مع مستر شريف رحلته المهنيه بعد ما جاء كندا واستقر فيها ورجع يشتغل تاني في عالم الاي تي. احنا بنتكلم في سنه 2000 تقريبا 2001. لا ده كان 97 اوكي تمام تمام. ايه ثالث مايلستون نقدر نقولها؟ بص هو احنا طبعا انا اشتغلت في البنك والبنوك عاده ما هياش البليدنج ايدج تكنولوجي. اوكي دايما بيستنوا على التكنولوجيا عشان تماتيور وسكيورتي والكلام ده يتاكدوا انها ما فيهاش مشاكل و و و ما فيهاش ايرلي ديبلويمنت يعني. ففي الوقت ده انا ابتديت ادرس مايكروسوفت وكلام من ده عمل ام سي اس اي ات ذا تايم هي اللي كانت يعني المشهوره تمام. وكانت سيسكو بقى ابتدت ايه تظهر بس ما كانش في حاجه اي جهه بتدرس سيسكو وما كانش عندنا سيسكو في البنك فلك يعني سيسكو ما عندناش اكوين يعني سيسكو يعني ف I'm in on my own زي بيقولوا يعني ما بيبعتونيش ادرس سيسكو ولا كده تمام مش مهتمين قوي لسه بسيسكو. ففعلا انا ابتديت ادور ولقيت معهد واحد في كل تورونتو كان بيدرس سيسكو ساعتها كورسات سيسكو في سكاربرو. انا كنت ساكن فين؟ انا ساكن في مستر جان مشوار طبعا وبعدين سبيشال كورس يعني هو الراجل بيبدا الكورس مش عايز يضيع وقت عيلته الفاميلي دي بتاعه فبيبدا الكورس بعد صلاه الفجر في 3:30 الصبح يبدا الكورس لحد الساعه 9 يروح. واو ف 3:30 بقى كل اسبوع سبت وحد 3:30 انا ساحب الكوفي بتاعتي من الساعه 3 وطاير على الهاي واي عشان ابدا الكورس الساعه 3:30 بس قعدت على كده تقريبا سنه كامله بدرس بقى سلك واشتريت 2 أو 3 صغيرين وسويتش وابتديت اعمل لحد ما عملت امتحان كان السي سي ان اي عملته سنه 99 وانا كنت طبعا اكتف قوي في موضوع الفويس اوفر اي بي لان الفويس اوفر اي بي اصطدمت بيه في اول 95 انا جيت كريسمس 95 عملت شويه تليفونات لسه بقى يعني علاقتك بمصر قويه يعني فالتليفونات دي ادت ان انا جات لي فاتوره في يناير $860 ده كان مرتبي تقريبا بعد التاك بعد ما يخصموا التاكس ده مرتبي في تيم هورتون يعني خدت مرتب الشهر دفعته فطبعا $860 كانت صدمه فابتديت ادور بقى ازاي انا اكلم مصر من غير ما ادفع الفلوس لبيل كامل فكان فويس اوفر اي بي يعني حاجه يا دوب بيتكلموا عنها كده على استحياء يعني ابتديت ادور وبعدين لقيت شركه اسمها هاريسون بتعمل سنترلات عامله بايلوت بروجكت عايزها فولنتيرز فروحت عملت فولنتير وابتديت يعني اجرب بقى بايدي بقى وكده يعني مش بس ثيوريتيكال قرايه يعني لا بس فكان يعني عندي I built some knowledge of voice over IP فده لما عملت بعد كده CCNA بقيت CCNA certified ابتديت اعمل بقى انترفيوهات عشان ابجريد بقى الجوب يعني بتاعتي فعملت وقتها GE General Electric كانوا عايزين و سوري AT&T انا اسف AT&T كانوا عايزين و نورتل وسيسكو بس هما اللي انا يعني خدت العرض بتاع سيسكو لان هو كان فويس اوفر اي بي يعني لكن انت بتعرف شويه فويس اوفر اي بي ده كويس جدا ده احنا مش لاقيين يعني وبتاع فدخلت في الفيرشوال تيم اول فيرشوال تيم فويس اوفر اي بي فيرشوال تيم لسيسكو في كندا ما شاء الله في وقتها في حدود 2000 تقريبا 2000 وي فقعدت معاهم حوالي سنتين ونص تقريبا بعد كده سبتهم و جويند سي اي بي سي بنك كنت ماسك السبسيدريز برضه حوالي 5 سنين يمكن 4 سنين وشويه وبعد كده نقلت رحت موتورولا رجعت السيسكو سيت اب بقى اللي هو البري سيلز والسبورت بتاع البارتنرز والكلام ده بعد كده زهقت بقى من موضوع البري سيلز ده ورحت نقل بيل كندا بروجكتس بقى بروفيشنال سيرفيسز وكان فيها ناشونال بروجكتس كده انا اشتغلتها منها مثلا هوت سبوت بتاع ماكدونالد كل ماكدونالد انت بتزوره في كندا كلها انا اللي عامل له الوايرلس بتاعه ما شاء الله هوت سبوت بتاعه لابلوس ديستريبيوشن سنترز كلها كوست تو كوست تو كوست منستري اوف جاستس ويليام اوسلر هوسبيتال وايرلس
يعني كانت بروجكتس كتيره كبيره عملتها تحت المظله بتاعت بيل از كونتراكتور يعني. وبعدين جالي بقى عملت نومينيشن فما كانش ينفع ده مع ده يعني. انا بسافر بقى كلها انستليشن تمام، فكل شويه تسافر في حته وما كانش ينفع مع بس الفكره كلها. حضرتك دلوقتي كده هنا يعني ان ذا توب اوف ذا كارير يعني، حضرتك وصلت لل ايه اللي دخل فكره انا عايز اشتغل في السياسه؟ لا هي مش فكره، بص هي فكره عايز اشتغل في السياسه ظهرت امتى؟ او يعني انا من سنه 98 انا اكتف كناشط حقوقي، كناشط سياسي حقوقي يعني كلمه سياسي يعني كلمه كبيره، بس انا ابتديت ابقى ادخل في البورد بتاع الرايدنج اللي انا فيها. عضو بتاعتي كانت كارولين بارش اللي هي كونسلر في مستقبل دلوقتي، كانت هي الام بي بتاعنا، وابتدت تاخدني وتحضر معهم ايفنتات واتطوع معهم في حاجات واروح معهم المكتب ونعمل تاون هول، بقيت بارت اوف ذا تيم. يعني المتطوعين دول اللي بيبقوا لهم علاقة قوية بالمكتب بيبقوا extended team. يعني التيم بتاع المكتب بيعمل جوب يوم بيوم، بس عندنا تاسك، عندنا ايفنت، عندنا زياره، عندنا حاجه، يلا يا جماعه محتاجين نكبر تيم شويه، تعالوا يا فولنتير اللي هم الكلوز. فانا كنت بعمل الحكايه دي دايما معاهم لفتره طويله جدا، ومن خلالهم بقى ابتديت اطلع مش من البدايه بس، ابتديت اطلع على البارتي نفسه، يعني بقى الكونفرنس بتاعت البارتي والايفنتات اللي هي البارتي وايد اللي هي كل اونتاريو كل كندا. هنتكلم ساعتها عن اني حزب عن ال وقتها كنت ليبرال. تمام شويه شويه تدريجيا بقى النتورك بتاعتك بتكبر، وبعدين في حد شافني عضو برلمان 26 سنه عضو، دي بقى الحته اللي انا بدور عليها. جينكر جيانس ده كان عضو برلمان بقى 26 سنه عضو برلمان، شافني قال لي تعال انا انترستد ان انا تشتغل معايا شويه فولنتير، لان انا يعني اي سي يو از ا جود بوليتيشن. وابتدى يعني هو انا ومجموعه عنده زي 4-5 كده بيعمل لنا سيشنز. جميل. وكان بيجيب ناس مثلا بتوع ميديا نسجل، يقول لك اتفرج على نفسك وانت بتتكلم، يدينا موضوع روح اعمل لي سيرش وهنتناقش في الموضوع ده الاسبوع الجاي. فيعني ابتدى يعني يدربني او يوجه نظري ل هو بيعد نائب يس للمستقبل. وانا وقتها كملت بقى يعني، انا على طول انت عارف انا على طول بقى الكورسات بتاعي رحت رايح واخد في حاجه اسمها بوليتكس 101، وبعد خدت اوبننج دور فور بوليتكس. تمام. اعداد قاعده وكلام من ده. وابتديت افهم السيستم بقى يعني، اذاكر السيستم كويس وافهم ايه البروفينشال وايه الفيدرال وايه المنسبات وده شغلته ايه وده شغلتي وده شغلته ايه. ودخلت السكه فهي تدريجيا يعني. وبعدين انت برضه ناشط على مستوى مستساغا المدينه بتاعتي، انا كنت عضو لجنه تعدد الديانات Interfaith Council of Beel، المستشارين تعدد الديانات، كنت في الادفايزر كوميتي بتاعت هيزل ماكيليان اللي هو المجلس الاستشاري للعمده
كنت في تاسك فورس كذا، تاسك فورس كريتنج جوبز تاسك فورس، كنت في بوست اديوكيشن بوست جراد اديوكيشن، ان كان وقتها الجامعات مش لاقيه طلبه، طلبه كلهم عايزين يخلصوا يشتغلوا، محدش عايز ياخد الجامعه. فكان وقتها بندرس ازاي ننشط او نحفز الطلبه ان هم يكملوا الجامعه. تمام، عكس اللي حصل دلوقتي، احنا دلوقتي عايزين نرجعهم تاني تريد، يعني الناس كلها عايزه تخش كليه مفيش تريد. فا ايرز يعني عملنا تاسك فورس بتاعت نيو كامر سيتلمنت، ازاي بندرس في مسيساغا ازاي يعني نخلي الناس الاميجرانتس الجداد دول تفيل ات هوم، من اول بقى ما نجيب متطوعين بيكلموا عربي يكونوا مستنيين في المطار عشان يرحبوا بيه. تمام، في الهوم ده كتاب الفلاني ده ما فيش غير انجليزي وفرنساوي وصيني، لا احنا عايزين انجليزي وفرنساوي وصيني وهندي وعربي. وعربي تمام، فاهم؟ فكل الحاجات اللي هي ممكن تكون رفيعه انت مش فارقه معاك دلوقتي، بس النيو كامرز لما بيجي يلاقينا يعني يلاقيها بيحس ان هو لا ده في يعني اهتمام بيا، ده في يعني كومفورت. انا مش عايز برضو اغفل نقطه التدريس، يعني اللي اعرفه ان حضرتك بتدرس في جامعتين. تدريس جيبه برضو كان له حكايه. انا وانا في مصر كنت يعني بدرس في سي ام اي، اول معهد فتح في اسكندريه بتاع كمبيوتر يعني. تمام تمام، كورسات بقى دوس وداتابيز وداتابيز واكسل، ما كانش اكسل كان لوتس 1 2 3 وورد ومش عارف ايه. فكان عاجبني الموضوع ده. لما جيت هنا يعني فكرت ان انا ادرس ودورت وما حصلش نصيب يعني. وانا بشتغل في موتورولا جات لنا جامعه جورج براون قالت لنا انا عايزك تاخد شويه طلبه كووب وبتاع، فاخدت كووب العيال. فبقيت الطلبه اللي جم عندنا بقيت اشرح لهم الوايرلس ووريهم ونعمل لابس وبتاع، فحكوا للبروجرام مانجر. فلقيت البروجرام مانجر بيتصل بيا، وعراقي اتصل بيا وقال لي ما تيجي تدرس عندنا كورس ولا حاجه، احنا يعني محتاجين وبتاع. ماشي، فرحت درست كورس يعني مجرد تجربه يعني، انا عجبني الموضوع. هو رجع لي يعني انت طبعا الطلبه مبسوطين جدا لان انا بيسموهم ايه اندستري اكسبرتس، انا مش ثيوريتيكال بس، انا ثيوريتيكال وهاندسون وكل حاجه. فبتكلم من واقع انستليشنز، احنا بنعمل كذا في الواقع، والكتاب هيقول لك كذا بس في الواقع احنا بنعمل كذا. فالولاد كان عاجبهم الهاندس اون والاكسبيرينس نفسها وبس. ومش الموضوع بقى لي دلوقتي يمكن جورج براون بقى 17 سنه. جميل. ف ده كان اون ذا سايد يعني، حتى لما كانت ماي فاني توب انا كنت بشتغل فول تايم. تمام، سواء بقى في اي شركه من الشركات اللي حكيت لك عليها دي، وبشتغل بارت تايم بدرس في جورج براون. وبعد كده لما سبت بيل، وعشان انا طبعا لسه انتخبت على تلك الفتره لي سنتين، فقدمت في سنتين وخدوني في بيت بدرس في سنتين، بدرس في جورج براون هنا بارت تايم وهنا بارت تايم لحد ما الانتخابات جت. هسال سؤال صغير ونطلع فاصل. ايه اللي كان بيحرك مستر شريف عشان يعمل كل ده؟ يعني كل يوم الصبحيه حضرتك بتفتح عينك كده للدنيا وعندك كل التاسكات ديت، اي حد تاني هيقول لك ايه؟ يروح جايب المخده كده على نفسه وينام ويقول لك انا مش لاعب يعني، الموضوع كده كبير عليا قوي. لا ما هو بص، انا لما اشتغلت في مكتب مساعد اتطوعت في مكتب عضوه البرلمان ده، بقيت عشان عندي كونكشن بقى بتجيلي بقى الناس يكلم يعني اي حد مزنوق في حاجه يقولوا له كلم شريف. تمام، فيجي لك مره واحد الفيزا واقفه، مره واحد عايز يعمل زياره، واحد البي ار بتاعه او اللاندنج بتاعه مش عارف ايه، واحد عايز يمشي وخايف للاندنج يضيع، طب هيطلع من امريكا وهو طالع من امريكا اتمسك وراجع، يعني قصص كتير قوي. فتدريجياً ابتديت ايه ابقى انفولف مع الكوميونتي مش بس بقى المصريين. ما هو انت في الاول المصريين بيعرفوك، وبعد شويه بتطلع بره بقى العرب عارفينك. تمام، لبنانيز على على على. وانا كمان لما اشتغلت مع جيم بعمل عملني اوتريتش، يعني بحضر بالنيابه عنه مع جاليات مختلفه، فبتعرف اللبنانيين والسوريين والعراقيين والباكستانيين والهنود، فدول بقى بيجيبوا لك حاجات برضو. فانت بقاش بيجي لك مصريين بس، انت بيجي لك مصريين واشكال بقى والوان زي ما انت عايز. فخدمه الناس هي اللي بتخليك بالظبط موتيفيت يو انك تصحى كل يوم. تمام، انت بتبقى عندك تاسكس، عندك طبعا عايز تشوف شغلك هتعمل فيه ايه، وميف مانيتوبا، فعايز تشوف العيال اللي ودي المدرسه وهات المدرسه، وده عايز عنده باسكت بالليل وما اعرفش ايه، وانت عندك ايفنت في الحزب عايز تجري تلحقه يعني.
واحنا ما كلمناش على العيله دلوقتي خالص يعني كل ده جنب العيله والمسؤوليات يعني ده كله مع بعضه. تمام تمام بس خلينا نطلع فاصل ونرجع فاصل. شرحتلكوا القمانديل البرلمانات المختلفة بتاعت أونتاريو من سنة برلمان 33 برلمان 34 الدورة 35 90 ل 95 36 95 ل 99 من 99 ل 2003 من 2003 ل 2007 والدورة 39 من 2007 ل 2011 الدورة الأربعين من 2011-2014 الدورة الواحد وأربعين من 2014-2018 ودي الدورة اللي فاتت اللي هي الدورة 42 من 2022 لميدر فورد. ورجعنا لكم تاني مع مستر شريف سبعاوي نائب البرلمان عن دائرة إيرين ميلز بالساجا. مستر شريف احنا كنا وقفنا عند النقلة ما بين الكارير واحنا قلنا في الفترة دي حضرتك كنت واصل ما شاء الله لدرجه عاليه جدا في الخبره وفي البوزيشن ولعملك عملك التطوعي مع حزب الليبرال في ذلك الوقت. يعني حضرتك فكرت تدخل السياسه؟ تمام. ما فيش تدخل السياسه زي ما اقول لك انت ما يعني بتبدا تشتغل تتطوع وتعمل انشطه نشاط بيجيب نشاط واحد بيوثر بواحد بتعمل النتورك بتاعتك بقيت بتاخد اهميه في انك تعمل حاجات معينه بقيت ناس عارفينك لانك انت رحت ايفنتات هو اش اختيار يعني هو الدنيا ماشيه. انا مش بفكر ان انا انزل عضو برلمان ولا حاجه وطبعا لا جت يعني الفكره جت من اكشلي حاجتين يعني. تمام. واحده منهم موضوع دكتور ميري لان احنا لما خدت الشهادات وعايزين بقى نبدا نشتغل كنت وقتها اعرف وزير الصحه إيريك هوسكن فرحت قلت له يعني احنا عايزين يعني نشوف بقى نعمل ايه مع تعليم ده كل الجوادات عمل فيها حاجه قلت له انت وزير الصحه ومش قادر تعمل حاجه في الموضوع دي لا ما مش شغلتي ما اقدرش اعمل فيها حاجه. وبعدين لما راحت مانيتوبا وخدت اللايسنس وعايزين نرجعها which is ده لايسنس وده لايسنس يعني نفس اللايسنس لا ما اقدرش ارجعها كل شيء هي اللي ماسكه الموضوع فقلت له يعني يبدو ان الحكومه بتاعتكم لازم تتغير. دي كانت يعني لحظة فاصلة كده ان لا هم مش قادرين يكونترولوا الموضوع. وليه ما ادخلش في عالم السياسة ليه ما بقاش عضو برلمان وغير القانون كده. صح كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية حادثة غريبة يمكن بقولها يمكن لو مر ايام مسبحة نجا حمادي. فاحنا كنا جايين في فبراير زي دلوقتي كده وعاملين مظاهرة قدام البرلمان. فالمظاهرة كانت يوم حد. فطبعا الناس واقفه متكتكه وقاعده تهتف وبتاع والدنيا مقلوبه واحنا بنتكلم بعض. فروحت على الضابط اللي واقف على الباب فبقول له يعني مفيش عضو برلمان يطلع يتكلم معانا بس. قال لي انت شايف المبنى ده؟ المبنى اللي احنا فيه ده شايف المبنى ده؟ قلت له قال لي انا الكائن الوحيد في المبنى ده. احنا نقدر حد مفيش اي حد في المبنى ده غيري انا اللي واقف على الباب بس. فقلت الله طب احنا اللي احنا بنعمله ده مش اي لازمه احنا قاعدين في الهواء الطلق زي ما بيقولوا وماينس 20 ولا حاجه والناس مزرقه فخلاص يبقى احنا لازم ندخل جوه المبنى يعني لازم نقابل الناس لازم يعني يوم ما يكونش قافل يكون في اعضاء برلمان فاهم قصدي يعني ابتدى بقى مجموعه حاجات في وقت واحد زائد طبعا تشجيع عضو البرلمان اللي وقتها اللي كان قال لي انت كده يعني you are ready you have to make your move يعني تمام بس فيعني احداث كتير هي اللي خلتني افكر ان انا لا طب why I don't run انا كنت في شغلي والبيت والاكتيفيتي الدنيا ماشيه كويس طبعا. وبتخدم طبعا الناس وبتعمل تقضي مصالح و و و لما يعني جت الفكره why not فاهم بس فدي من هنا جت الفكره جت من هنا بس ف
ايوان ليبرال طبعا ضد في نفس الدائره من ميلز ضد اقرا اللي هي دلوقتي الام بي. انا نزلت ضاف النومينيشن وقتها كان عضو الرئيس بتاعنا كان بوب ديكرت اللي هو العضو الكونسرفاتيف يعني وكل حاجه كانت مترتبه يعني. بعدين حصل حاجه كده بحكي لك عليها يعني خيانه تمام في عارف خيانه في حصل خيانه وخسرت الانتخابات ب 200 صوت بسبب خيانه من جوه الكوميونتي بتاعنا. ف يعني الحمد لله وخلاص موف اون وانتهينا. الكونسرفاتيفز بقى هم اللي اتصلوا بيا يعني واحد اتصل بيا اللي احنا عايزينك تنزل كونسرفاتيف. انا قلت له يا عم جاي متاخر قوي هقطع ساعتك في الحته دي بعد ما خسرت على طول انت كنت شايف الدنيا سودا بقى خلاص انا مش هكمل في الموضوع ده مش هكمل يعني هي كانت فكره ومشيت يعني مش يعني زعلان لان انت لما بتقرب قوي من النوميشن يعني وانت عارف الالكشن جايه هتقلب الحكومه هتتغير فانت عارف انك خدت النوميشن بقيت عضو برلمان يعني انت بينك وبين عضو البرلمان الباب ده تمام فطبعا اكيد فطبعا لا يعني فطبعاً. حزين طبعا حزين طبعاً. وبالذات انها في وقتها يعني ما كانش واضح ليا ازاي حصل ده يعني كل حاجه مترتبه. عرفت بعدين 4 سنين تمام بعد 4 سنين كريسماس بتاع 2019 بعد ما بقيت عضو برلمان حصل كشف لهذه الخيانه الفظيعه القاتله يعني ناس خانت الكوميتي بتاعها تمام. سيبك من خانتني انا مش مهم شيء ناس تامرت على الكوميتي بتاعها. الحزب الثاني اتصل بحضرتك وعرض عليك يعني حد من الحزب اتصل بيقول لي احنا متابعينك وعايزينك معانا وبتاع. قلت له الحقيقه يعني انا طبعا ما دخلتش الموضوع جد الصراحه يعني فقلت له لا يعني كان ايامها باتريك براون هو اللي انا عايز يعني باتريك اللي كلمني انا بلعب للاهلي عايز نادي الزمالك فباتريك يعني اللي كلمني يعني رئيس النادي كلمني فكلمني انا باتريك ورحت وقابلته وابتدت بقى رحله في اتجاه اخر يعني جميل وكانت ايرين ميلز من دي 1 ما هي دايرتي تمام يعني من يعني حسب السكن اوكي يعني مش حسب السكن الدايره اللي نزلت فيها عندي داتا في الاول اوكي ناس عرفوني انت عم بتعمل كامبين الناس بتعرفك يعني انا لما نزلت ليبرال اي سايند 2800 ممبر فلما نزلت كونسيرف 2300 انت بتاكيوليت بقى الموضوع بيتراكم مع الوقت بس anyway يعني مشيت وبعد خدت النومينيشن وبعدين سنه كامله يعني اكتيفيتي وبعدين الكشن وبعدين دخلت البرلمان. طب احنا كده دلوقتي من 2011 انا دخلت البرلمان لا مش 2017 النومينيشن 2018 دخلت البرلمان تمام من 2018 ل 2024 ايه الانجازات اللي حضرتك بتفتخر انك وصلت لها وانا بقصد بيها هنا الحاجات اللي اتغيرت لان فكره التغيير في حد ذاتها يعني في ناس تقول لك ايه انا خلاص بقيت نائب مجلس شعب او كونجرس او برلمان وخلاص لكن انك تبقى مصمم او حضرتك طبعا تبقى مصمم انك تغير قوانين بقالها سنين طبعا ده حاجه مش سهله. بص انا هحكي لك حاجه حادثه معينه رئيس الوزراء اللي كان قبل كاتلين وين ماجنتي اوكي سو ماجنتي كنت اعرفه يعني كنت اكتف بقى فبشوفه بقى قبل كتير يعني فجالنا البرلمان بعد ما بقيت عضو برلمان بالكونسرفاتيف بقى فهو جاي فوقف قال لي الاخبار عامل ايه ماشي ازاي في البرلمان بتعمل ايه بتعمل كذا قلت له فبقول له يعني تنصحني بيه فقال لي انا هنصحك بحاجه واحده قلت له ايه قال لي كل ثانيه تحت السقف بتاع المبنى ده ليها ثمن طبعا فدايما فكر انا عايز اعمل ايه واعمله باسرع وقت ممكن علشان لو طلعت هتندم انك كان ممكن تعمله وما عملتوش يا ريت كنت عملته ده
فاهم؟ فالنصيحة دي يعني كانت نصيحة صادقة وأنا اشتغلت بيها على طول يعني ديبلويمنت على طول. فكان أول حاجة عندي يعني في دماغي أنا يعني كنت بحضر بقى لي 18 سنة بحضر إيفنتات مع كوميديز مختلفة مصريين نوير تو بي سي أخرك فطار تمام ده أعلى حاجة عملناها يعني فطار رمضان تمام مفيش حاجة حدث يعني. فطبعا عايزين نعمل شهر الحضارة المصرية زي الشهر الإيطاليان زي شهر البرتغيز زي شهر التشاينيز والفكرة تبلورت واشتغلنا فيها والحمد لله أنجزتها في آخر جزء في السيشن بتاعة قبل ما نطلع أجازة الصيف اللي هي جون 2019 وأخيرا بقينا شهر تحتفل بيه كندا بالتراث المصري بالظبط انجاز يعني انا كمصري مفتخر جدا ان يعني انا برضو اذكر بالخير النائب سياده القنصل حسام محرم انا ما كنتش اعرفه ما كنتش قابلته خالص فانا داخل الجلسه بقى وكان بقى ابونا انجيلس والاسقف وناس بقى كتير مصريين بقى الجاليري مليان مصريين يعني انت لما تخش جوه هتشوف اللي هو الاثنين مدرجات دي كانت مليانه بقى والجاليري اللي تحت الفي اي بي كانوا قاعدين تحت فانا طبعا مركز في الكلمه بتاعتي ولو رجعت على فكره على الفيسبوك بقى هتلاقي الكلمه بتاعتي وهتلاقي كلمه كان وقتها وزير السياحه والليبرال والان دي بي والجرين بيتكلم عن مصر فمده الكلام بتاعي 20 دقيقه وبعدين 20 دقيقه اتكلم من بولو الوزير السياحه وبعدين 10 دقائق ليبرال و10 دقائق ان دي بي و10 دقائق جرين كلهم بيتكلموا عن مصر كلام جميل جدا 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 يعني هتلاقيه على الفيسبوك اكيد اكيد 2019 أكيد. جون 2019 طيب طلعت من اللجنه يعني قلنا انا ما اسمح حدش يعني التصويت عدى يعني بيسموه ايه بدون اي معارضه يعني مفيش ولا صوت ضد تمام اه كله موافق قلنا يعني. بس كلنا موافقين تمام طبعا ده شغل التيم بتاعي اللي قابلنا الان دي بي اقنعناهم وقابلنا الليبرال اقنعناهم وقابلنا الجرين اقنعناهم يعني ايه كل حاجه مترتبه احنا المطبخ بقى من ورا عشان جوه هيد فجوه هيد فطلعت من الجلسه ما اعرفش بقى ما كنتش اعرف سياده القنصل يعني لقيت واحد قاعد يبوس فيا ويحضن فيا كان بيعيط اه طبعا لحظه مش لحظه تاريخيه يعني لحظه وقال يعني انا دي لحظه انا بقالي 35 سنه في السلك الدبلوماسي دي لحظه مختلفه طبعا انا ما شفتش حاجه في كل تاريخي الدبلوماسي زي كده وما اعتقدش ان انا هشوفها تاني ومفيش لا سفاره ولا 20 سفاره يقدر يعملوا اللي انت عملته النهارده فانا برضو مش عارف هو مين يعني فانا قاعد ابص للناس يعني فابونا جه قال لي ده سياده القنصل حسام محرم كنت اول مره اشوفه يعني بس كانت حاجه يعني انا حابب اشكر حضرتك على ده لان يعني انا عايش في بلد مش بلدي والاقي البلد دي بتحتفل يعني بتحتفي بتاريخ المصري لمده شهر بحاله عند بعض الناس ممكن يكون ده يعني مش ذو اهميه لكن انا عندي وعند عيالي واولادي عشان يبقوا فخورين جدا جدا بالباك جراوند بتاعهم وتاريخهم وقد ايه الناس هنا لما بتعرف ان انا مصري من نفس بلد شريف سبعاوي تمام كده يعني يقولك اه يعني ده حد مختلف ده كان اول حاجه يعني كانت في دماغي ان اعملها وخلصنا منها بدري طبعا موضوع بقى انك تغير قوانين العمل موضوع معقد جدا 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 فيعني من اول ما دخلنا وانا بتكلم على الاي ام جيز وبتكلم على الناس اللي بتيجي وبتضطر تشتغل سواء تاكسيات و و و لان انا اصطدمت بالكندي اكسبيرينس زي ما قلت لك تمام فعندي عداء معاها يعني انا عايز نحلها يعني بالظبط ف طبعا يعني في
اي تغيير في مشاكل يعني طبعا. يعني طبعا الناس بتوع الجوز يقول لا اوعى تعمل كده، ده نقابه المهندسين هيدخلونا، ده نقابه التيتشرز هتعمل فينا، يعني خايفين. فربنا سهل، كان في وزير يعني جميل جدا اسمه ماجنوتن، ماجنوتن ده مونتي ماجنوتن، ده كان راجل جميل قوي ونايس، وشرحنا له. مش انا بقى لوحدي، احنا الجوفرنمنت دي اول برلمان كونسرفاتيف بروفينشال يكون فيه دايفرستي دي، هندي على باكستاني على مصري على المشاع عن الكونسرفاتيفز اللي هم يعني محافظين. يس، ما هو يعني حصل تغيير في الكالتشر بتاعت الحزب okay. ده اول مره يبقى فيه دايفرستي كونسرفاتيف دايفرستي. ف يعني وافق ان هو يحاول، وضغطنا على الناس بتوع البوليسي وعملنا. فاحنا عملنا بدات سلسله بقى، يعني working for workers 1 working for workers 2 working for workers 3 working for workers 4. احنا بنحضر working for workers 5 دلوقتي، بس نمرة واحد هو اللي كان اقوى واحد فيهم. يعني هو ده اللي يعني شال الشرط بتاع الكنديان اكسبيرينس 2 years Canadian experience من اي credential system في اونتاريو. فهم ممكن يطلبوا اكسبيرينس بس مش بالضروره تكون كندي. يعني انت بتلاقي مهندس مثلا اشتغل في برج ابو ظبي مثلا، تمام، ويجي هنا يقول له لا ما انت ما عندكش كندي اكسبيرينس. يا عم ده انا هبني بيت دور واحد وخشب، يعني ما فيش حاجه، ما فيش عندنا لا خرسانات ولا عملاقه ولا حاجه، ما فيش. فبيشتغل سوبرفايزر لمده سنتين تحت ايد اي حد لحد ما ياخد، ولو لقى حد يقدر يشغله بالظبط مش حتى لو ببلاش، يعني حتى ولو ببلاش ما بيدوش عشان الاي بي ان جي يشتغل بي ان جي وحين نفسنا بالظبط سيبه بالزبط. ربنا يزقه بحته ثانيه. فطبعا الحته دي اتغيرت تغيير كان الموضوع. ويعني انا استرجعت بقى حته التوكاري اكسبرس وانا بتكلم على في البرلمان، يعني استرجعت بقى موضوع ميري والسنتين اللي احنا اتبهدلنا بسببهم. سبع سنين بالظبط. فانا يعني ان انا كنت واعده انها تبقى دكتوره، وان كان ممكن طيب اقصر من كده بكتير و و و ف يعني كنت بتكلم على الصعوبات اللي بتواجه الايميجرنتس و و و و فقلت لهم يعني this is a 23 years old promise today it's promise made promise كانت النهارده نفذتها. وطبعا ده مش ليا، يعني انا هنا ولادي اتولدوا هنا، مش ليا بس للايميجرنتس ملايين اللي بيستحقوا بعد كده. طبعا طبعا. يعني اديك حاجه يمكن خلتني اشعر بالفخر جدا، يعني انا كنت حاضر مع البروفيشنال انجينيرز يوم الاحد، كانوا عاملين احتفال للناس اللي يعني بقوا بي ان جي. في 300 كانوا حاضرين في القاعه، مش 300 جداد، 300 اللي كانوا حاضرين من كذا شابتر، وكل شابتر واقف يتصور معايا وبتاع. والرئيس الشابتر قال يعني احنا بنفخر ان احنا السنه دي تلتين اللي مقدمين معاهم خبره ومش خبره كنديه، تلتين اللي مقدمين يعني اكتر من نص المهندسين هتخرجوا السنه دي استفادوا من القانون اللي انا عملته. ممتاز. يعني الحياه سهلت لهم جامد، لان هو طبعا كان قدامه لسه يعني هاخد سنتين ثلاثه على ما يلاقي حد يقدر يمديله، وممكن بقى في النص يقول لك هرجع وما كملش. فيعني انت بتتكلم معاهم بيشتغل بفولنتير يا بيشتغل بفيري مينيمم ويج، يعني مينيمم ويج اورز.
working for workers 2 بقى حل المشكله الثانيه اللي هو قال لك ايه، لا احنا ما بناخدش جي بي من الحته دي. لا، working for workers 2 بقى نص على ان اي واحد معاه لايسنس معتمده في كندا في اي حته في كندا يقدر يغيرها بالايكويفالنت لايسنس بتاعتها اكسشينج، نو كويشنز اسكد. ف again this is saving طبعا life طبعا for people. اللي عايز بقى يجي من كيبك، اللي عايز يجي من خلاص حرك زي ما انت عايز، ما تشيلش هم المعادله. وانتاريو محتاجاكوا، تعال انتاريو فاتحه سداها وبتقول لكم تعالوا اهلا وسهلا بيكم. هايل، فاهم؟ انت مش متخيل ده ممكن يغير الدنيا ازاي. ده جيم تشينجر، ده لايف تشينجر. اه طبعا اكيد. فانت بتتكلم على يعني انا من التغييرين دول، انا كنت بقرا في مجله، التغييرين دول اكبر تغييرين اتعملوا للمهاجرين في تاريخ كندا من ساعه اعلان الحريات والحقوق والحريات اللي عملوا ترودو الاب من 35 40 سنه. ده اكبر تغيير حصل للاميجرنتس في كندا اكيد. فطبعا انا مبسوط جدا ان انا كنت جزء من هذا التغيير اللي سهل حياه ناس كتير. اللي هيسهل حياه ناس، سهل وهيسهل حياه. كل سنه بيجي لك، يعني السنه دي جاي لنا 500,000، فشوف منهم كام الف مهندس وكام الف ميكانيكي وكام الف الكتريشن هيقدروا يبتدوا يشتغلوا. وده يحل مشكله ان انت لما كنت بتجيبهم عشان هم عندهم يعني مهندسين ودكاتره، فانت يهمك ان هم لما يجوا هنا يبقوا برضه مهندسين ودكاتره. انت في الاساس لما عملت لهم هجره انت شفت انت ايه الناقص اللي عندك مثلا، او ايه اللي فيه عجز، لكن ما يجيش بعد ده ويشتغل اي شغلانه ثانيه. بص يعني برضه يعني احنا لازم نبالانس. تمام. يعني برضه انت يعني انا عارف طبعا ان احنا المهندسين المصريين شطار، وفي بس في جاليات كتير جدا من كل العالم بتيجي، فاحنا مش عارفين ده خد ايه وده خد ايه. يعني قصدي يعني في لازم في تشيك بوينت اكيد. الامتحانات از جود ثينج، ناس تعدي الامتحان. انا بس بتكلم على انه عنده خبره كريديتد اكريديت اكسبيرينس، انه عمل بنى مباني وصرص شوارع ما تجلهاش خالص. بالظبط كده. هو ده، هي دي جزئيه اللي كانت فير، يعني فير ان احنا نقول خبره. بس كلمة كندية مش هتفرق، هو راجل بنى مبنى، بناه في الهند، بناه في الصين، خبرة في الآخر في المجال، في الآخر هو بنى مبنى وعمل كل الإجراءات الوقاية بتاعته. تمام. هل في حضرتك عملت أي تغييرات تانية أو كنت مشارك في أي تغييرات في أي قوانين؟ أنا ما كل أي قانون بتعمله الحكومة أنا جزء منه طبعًا. تمام. يعني تمام. بس يعني دول اللي هم اللي أنا يعني I was driving. تمام. 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 طيب. في طبعًا حاجات تانية لسه جاية في السكة. اوكي مش هقدر اتكلم عن ده. اوكي طبعا مش هعرف حاجه اكسكلوسيف خالص. لا ما ينفعش. اوكي تمام نون ديسكلوجر. تمام.